صباح الخير. أيام منسرح بأفكارنا ومنروح منرجع على الماضي ومنقول ممكن كانت تكون الحياة عنا أفضل، يمكن لو أنا عملت هيك أو ساويت هيك أو تعاملت مع الأشياء بطريقة تانية أو ما غلطت بهذا الشكل. يعني الندم ممكن بكل لحظة نعيشه، وحتى القلق اللي بيصيبنا تجاه موضوع المستقبل نتوقع أنه رح يصير معنا الأسوأ وغيره من الأشياء اللي هي بتخلينا ندقق بالتفاصيل من كلام المحيط وأفعالهم، ودوامات بندخل فيها من سيناريوهات سلبية وتشاؤمية، وبدورة أكيد بتدور بالأحرى بعقلنا من الصبح، وطبعا ممكن ترافقنا بكل نهار وحتى أيام قبل ما ننام تبلش هاي الأفكار. صباح الخير نور. يسعد صباحك يا رنا، وصباح الخير لكل مشاهدينا. صباح الخير، الرزق والبركة للجميع. طبعا تكملة لفكرة رنا، دائما يوم بعد يوم والإفراط بالتفكير رح يصيبنا باستنفاذ كبير بطاقاتنا، وهذا الأمر ما بيمر مرور الكرام مثل ما نحن ممكن نفكر أو نعتقد، أو أنه ممكن يساعدنا باتخاذ قرار صح أو حتى ما نرجع نوقع بنفس الأخطاء اللي عشناها قبل. بالعكس وللأسف رح يخلينا ندهور أكثر وأكثر. فليش لنوصل لهذا الشيء؟ خلونا ندرب عقلنا على التفكير دائما بإيجابية ببداية كل نهار لحتى نكون بمزاج رايق ونكفي حياتنا وأشغالنا خالية من السلبيات، رغم وجودها ووجود كبير كتير بواقعنا وحياتنا اليومية. صار وقت نبدا اكيد حلقتنا معكم، ونشوف شو في معنا ضمن الحلقه. اكيد معنا الكثير من الضيوف والفقرات، من الفقرات الاجتماعيه والطبيه، واكيد رح يكون في عنا مساحه للاشغال اليدويه. تماما يا رنا، شو في معنا بحلقه اليوم من مواضيع رح نتعرف عليهم بهالعرض السريع. تسلل الشك المرضي للعلاقه، هل بيهددها وممكن توصل للنهايه او ممكن نتفادى لنكمل فيها؟ خامات مختلفة عم تدخل بتزيين قطع من الاكسسوارات، شو هي وكيف ممكن الصبية تستخدمها؟ المصابين بمتلازمة الحب، قصص مختلفة من النجاح والعطاء بكسر النمطية بسوق العمل. كيف تحدث الإصابة بحصيات المرارة عند البالغين؟ وما هي أبرز أعراضها وآلية العلاج؟ خيوط عنكبوت نسجت أشهر الأبراج بآسيا الوسطى، فشو القصة؟ وصار الوقت لننتقل لمطبخ صباح الخير ونعرف شو محضر الشيف طبق لليوم. يسعد صباحك يا شيف. يسعد صباحك يا صباح الخير شيف. يا صباح النور يا شو رنا. شو عامله اليوم؟ اليوم بما انه كنتوا عم تحكوا انه اليوم العالمي للجاتو الاسفنجي، اليوم حاعمل جاتو بزبيب وجنب منه رح نعمل عصير كمان كثير طيب. يا عين، يعني هدول هلا هيك على الصيف حلوين وطيبين. لا يعني عن جد هذا العصير كثير طيب رنا. بنفهم منك الخميس ما في اكلة حلو؟ لا بنرجع كل شيء لحال، كل شيء لحال. شكرا لك شيف. اهلا وسهلا. شكرا كثير. يعني نحن هيك اول ما بنصحى الشيف تكون عم تفكر شو بدها تعمل اكله، شو بدها تحضر. نحن دغري بنفكر واغلبنا بيقول بدنا نشرب قهوه لحتى نصحصح ونبلش نهارنا، ولكن الاغلبيه الثانيه من الصبح وطول ما هن يمكن عم يمشوا او ممكن يكونوا عم يمارسوا الرياضه بيكونوا عاملين دايت، وبكل مكان بيكونوا فيه، وحتى اذا شعروا بالتعب او الارهاق ما بيشربوا غير مي، على اعتبارها هي جزء اساسي بفوائد اكيد ايجابيه كثيره للجسم
والبشرة. تماماً، ولكن الأفراط فيها ببعض الأحيان ممكن يسبب العكس، يعني أضرار بعمل الدماغ، حدوث التسمم الغذائي والمائي اللي ممكن يؤدي لمشاكل بالنطق وحركة الجسم والصداع. لهيك الخبراء حددوا الكمية المناسبة لكل وقت، رح نعرفها سوا بهالتقرير. يعتبر الماء من أساسيات التواجد على كوكب الأرض، هو سبب لاستمرار الحياة عند جميع الكائنات الحية. للماء آثار إيجابية لكل أعضاء جسم الإنسان، خاصة أنه بيشكل 70% من جسم الإنسان وبيدخل بوظائف الجسم الحيوية وبيتوفر بكل الخلايا الأنسجة والأعضاء. ويعتبر الماء سائل سحري ما بنقدر نعيش بلاه. بيوصل المختصين دائماً بضرورة شرب الماء بحد أدنى 2 لتر باليوم. الماء بينظم درجة حرارة الجسم عن طريق عملية التعرق، ويلي بتبرد الجسم بدرجات الحرارة المرتفعة. أو وقت نمارس الرياضة بيساعد شرب الماء بتعويض الماء والأملاح اللي تم طرحها مع العرق. شرب 500 ملليمتر من الماء بيساعد على رفع معدل الأيض بالجسم بنسبة 30%. عمليات الأيض بتمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية وبتساعد على حرق الدهون. شرب الماء بيحسن الأداء الذهني ووظائف الدماغ وبيشمل تحسين المزاج والتركيز والذاكرة. شرب الماء بنسبة متوسطة بيساعد بنقل الأكسجين لكافة أرجاء الجسم عن طريق الدورة الدموية، لأنه يعد الماء مكون رئيسي للدم. شرب كمية كافية من الماء بيساهم بالتخلص من السموم والمواد الضارة بالجسم بواسطة الكلى وعمليتي الإخراج والتعرق، وبيساعد شرب الماء بكميات مناسبة بتحسين كفاءة عمل الكلى ووقايتها من الأمراض. وأخيراً، بعض الأطباء وخبراء الصحة بيحذروا من خطورة شرب الماء قبل النوم مباشرة، كرمال الاستيقاظ عدة مرات بالليل. هالشي رح يعطل دورة النوم ورح يؤدي لضعف التركيز باليوم التالي. صار وقت نبدأ معكم أولى فقراتنا يلي بنعرفه عن الحب والارتباط، إنه أكيد بيعطينا طاقة إيجابية وبيخلينا نعيش مشاعر لطيفة، مثل مثلا الخوف على الشريك والاهتمام بيهتموا فينا والغيرة. بس لما هالقصص تتجاوز الحد الطبيعي ممكن تتحول لشك، وبتصير يمكن من أكثر الأمور المتعبة، وبتصير العلاقة بحد ذاتها متعبة. تماما، وهذا الأمر أكيد بيستنزف طاقة العلاقة والشريكين وبيخليها تتعرض لاحتمال الانفصال، هذا غير الأثار النفسية والسلبية يلي بتتركها. لهيك صار معنا بالاستديو الاختصاصية النفسية غدران نجم لنحكي أكثر عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشريك الشكاك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك يا غدران، اشتقنا لك. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. خلينا بداية نوضح ليش ممكن فعلا الشريك هو يكون شكاك وعنده غيرة مبالغ فيها تجاه الشريك الآخر، شو هي الأسباب؟ هلا أكيد يعني من وجهة النظر الاهتمام المفروض والحب، بحجة الاهتمام والحب، لكن عمليا الشك هو عادة بيكون مرافق للقلق. يعني الشخصية اللي بتكون شكاكة هي شخصية قلقة. هو واحد بالفعل من الاضطرابات السلوكية. إلى حد ما فينا نعتبر الشك هو شيء نوعا ما مفيد إذا كنت عم شك بمعلومة معينة، يعني مثلا أنا عم باخد دواء معين فهو مفيد أو ما مفيد، شفت حيوان معين هو خطير أو مو خطير إلى ما هنالك يعني. بس لما بيكون الشك له علاقة بالأشخاص، يعني أنا صرت عم بحكي بالحكم عليهم، فهون صرنا بمنحى آخر. خلينا نكون متفقين بالبداية أنه أي أسرة عادية أو أي شريكين أكيد بحياتهم بدهم يعيشوا بمطبات كتير وانتكاسات كتير بحياتهم، هذا شيء كتير طبيعي لحتى يوصلوا لنقطة يلتقوا فيها. بس لما بيكون هاي الانتكاسات لها علاقة بموضوع الشك، لا هون شوي بدي أعمل ستوب. هو عادة الشخص يلي بيكون عم يشك هو شخص فينا نقول عنده كتير اشياء شخصية شوي مع حاله واسباب نفسية بتخليه يوصل لهي المرحلة. بيكون عمليا خايف، يعني هو اللي بيشك بيكون خايف، عنده قلة ثقة بحاله. اكيد اكيد. هلأ هو كل ما خاف كل ما زادت شكوكه. يعني الشخص اللي بيكون خايف عنده مشاكل ولخبطة جوا حاله، فهو بينفس عن طريق هي اللخبطة وهي الفوضى اللي بداخله من خلال الشكوك. فطبعا هذا الشيء اكيد له اسباب، له اعراض، يعني مثل ما بتعرفوا يعني.
تمام اكيد رح نفوت معك بالاسباب، ولكن هل ممكن هذا الشخص اللي هو شكاك لحد المرض ممكن حياته، البيئه الاجتماعيه، التجارب الكثيره يلي عاشها خلته يوصل لهي النقطه، ولا لا في اسباب ثانيه؟ لا حضرتك تقريبا سالتي واجبتي عن جزء من الاجابه، بس عاد نكون علميين، علميا ما في اسباب واضحه لموضوع الشك او الشخصيه الارتيابيه. هو حقيقة بعض الدراسات بتقول إنه في شيء له علاقة بالجينات وراجع لمشاكل ممكن تكون عن طريق تاريخ العائلة المرضي بما يخص هي الأب والأم والعائلة والتنشئة وإلى هنالك. بس خلينا نقول في مبررات نوعا ما، أو يعني نوعا ما خلينا نقول عم نتفهم نحن ليش هو عم يشك. مثل ما حكيتي حضرتك تجارب سابقة ممكن يكون له علاقة بهذا الموضوع، هو بيعرف ماضيها أو هي بتعرف ماضي قصص معينة فبتضل دائما براسهم. مثل ما حكينا يمكن نظرة الشخص لنفسه، هو دائما بيشوف انه هو غير مرغوب فيه، الناس بتكرهه، يعني عم تتآمر عليه. ممكن تكون اسباب معينه مثلا لها علاقه بقله ثقته بنفسه، انه دائما بيكون عم يحكي لا هذا اذكى مني مثلا، او هذا جذاب اكثر مني، او يقارن حاله بالاخر تماما، او هي تقول انه هلا هو حيشوف وحده احلى مني طول وقت هذا الحوار بيكون عم يصير براسهم. مؤخرا يمكن بوسائل التواصل الاجتماعي، يمكن بالقصص اللي عم تصير، لا اراديا بتشوفي قصه لها علاقه بموضوع الشك دون وعي دون شعور، بتتفاعلي مع هي القصة وبتتقمصيها فبتصير بداخلك، فبتأثر شوي على هي المشاعر الخاصة بالشك تجاه الشريك. هي القصص على فكرة من غير ما نشعر أحيانا كمان بتأثر فينا. مثل ما حكينا عادة الشخص، خلينا نقول باختصار الشخص الواثق من نفسه ما بيشك على فكرة، يعني هنا الاثنين شوي يعني ضد بعض. لما أنا بكون مثلا عم بتعرض خلينا نقول لمجاملة معينة، إذا كنت أنا واثقة من نفسي حدا قال لي أنت اليوم طالعة كتير حلوة، إذا أنا واثقة من نفسي بصراحة ما كتير بفكر إذا كان عم يجاملني ولا كان عم يحكي حقيقة. بس إذا كنت أنا شخص شكاك، لا أنا هو ليش هيك عم يقول، عم يحاول يسمعني مثلا، عم يقول لي هيك مشان مصلحة معينة، يعني بلش بقى منحلل الجملة. تمام. وهو فعلا الشخص صاحب هي الشخصية اللي بتكون شكاكة عندها هي القصص، دائما هو بيكون حساس للنقد نوعا ما، يعني النقد ما بياخده مثل ما هو، دائما بيكون له أبعاد أخرى. تمام. طيب ممكن الشريك الآخر هو يكون سبب هذا الشك؟ يعني منشوف أيام بعلاقات معينة ممكن هو الشخص ببداية العلاقة يكونوا شخصين عاديين، في مشاعر، في حب، في اهتمام، ممكن الشريك الثاني مثلا يخون ببداية العلاقة، او هو يعمل تصرف خاطئ بحق الشخص الثاني، ممكن ما يعمل شيء، ممكن ما يعمل شيء، بس انا عم بحكي ممكن الشريك الثاني يكون له دور بزرع الشك بقلب الشريك الثاني. هلا هو يمكن يكون قد عن غير قصد مثل ما بيقولوا، يعني هلا خلينا نحكي انت كيف فيك تعرفي انه هذا الشخص بشك او شكاك؟ في كتير مظاهر بتخليك تحسي بهذا الشيء، يعني لما بيكون عم يلاحقك على كل تفصيله، فضول بكل شيء، مع مين عم تحكي، وين رحتي، كيف عم تقضي الوقت اللي مو معي فيه، يعني بغيابي كيف عم تقضيه. هاي القصص كلها بتخليك تقولي انه في شيء يعني مو طبيعي، بس انه يكون الحق علي انا كشخص اكيد لا. يمكن خلينا نقول بالاجراءات او بالطريقه اللي متعامل فيها مع الشخص الشكاك، اي ممكن انا اذا بعرفه هو بيتضايق من هالقصة او هذا الموقف اذا انا عملته ممكن يخليه شك، انا ممكن شوي اني اتراجع راعي هذا. تمام. بس اني انا اكون السبب لا، الشخصيه الشكاكه يعني بصراحه الموضوع مشكلته له مو مشكله الشخص. ما دخل طرف ثاني. لا لا ابدا اكيد. فمثل ما حكينا هي عمليا ممكن تكون في كتير اعراض او اشياء خلينا نقول مؤثرات دلالات تقول انه هذا الشخص هو شكاك. يعني هو بيكون مثلا طول الوقت عم يحكي بنظريه المؤامره، عم يتآمروا علي، بدهم يدمروني مثلا. بتلاقي الشخص ما بيحكي معلوماته الشخصيه لحدا، هو الشخص الشكاك لانه دائما بيقول اه بلكي استخدموها بيوم من الايام ضدي. بتلاقيه عنيد. مثل ما حكينا حساس للنقد، القصص عنده إلى إيدين ورجلين، يعني بتكوني عم تنقدي نقد بسيط هو بالنسبة له بيحط 100 تحليل لأي موقف أنت عملتي مع أنه ما بيستدعي. هو شخص كتير مثل ما حكينا عنيد، خلينا نقول ما كتير بيسامح، ما بيعطي مجالات بالعلاقات مع الآخرين، دايما وقت اللي بيحكي بردود أفعاله وبتصرفاته بتلاقيه دايما بيقول أنه بيشكك بثقته بالآخرين أو بمدى وفائهم أو بمدى اهتمامهم فيه. فهي القصص كلها لما بتكوني انت مثلا بفتره الخطبه او ببدايه الحياه مع الشريك، لما بتلاحظيها وبتجتمع مع بعضها فهي بتدل على انه هي الشخصيه هي مايله لانها تكون شخصيه شكاكه او ارتيابيه. شخصيه شكاكه. بس كمان بعض الاحيان ممكن احدى الشريكين يكون في عنده ثغره معينه تزيد هذا الشك وتزرعه وتاسسه بطبع هذا الشريك. طيب في بعض الحالات كثير سمعناها مع سيدات وستات انه انا زوجي زارع كاميرا ما بعرف انه هي موجوده بالبيت، بده يعرف انا شو بعمل خلال النهار، وكان في وحده منهم عم تسال انا شو لازم اعمل، اطلق، ضل، لاقي
يعني حدا ممكن يكون معالج نفسي او حتى استشاري، الشخص الشكاك كيف يتم التعامل معه؟ شو الحلول اللي حتى انا ماني حابه اخسر هاي العلاقه، ماني حابه ادمر هذا البيت، شو الحلول؟ ولا لا خلاص النهايه هي لازم تكون الختام؟ اكيد اكيد مو خلاص. هلا بدايه مثل ما حكينا اي علاقه بين شريكين هي حاله خاصه ما بتشبه غيرها، يعني هي مو وصفه من الصيدليه انا بجيب باخذ الدواء فبتمشي على كل الحالات. طبعا اكيد في اجراءات تلطيفيه بالبدايه انا بقوم فيها كزوجه او كزوج باتجاه طبعاً. شريكي لما لا سمح الله ما بتزبط انا فيني الجا لاخصائي بعلاقات زوجيه او لطبيب نفسي لانه ممكن الموضوع يكون بحاجه لمعالجه دوائيه حتى الاقي حل. لما ما بيمشي الحال اكيد بقى هون انا جربت كل شيء، فبصراحه يعني الانفصال يعني هو بده يكون الحل الوحيد لانه هي العلاقه كثير بتستنزف الطرف الاخر. بس خلينا نقول كاجراءات، خليني بلش بالحوار معه بالبدايه، نحط ايدنا على الوجع، نتناقش انا وياه بشكوكه ووضح له انه شكوكك هي مخاوفك. مثل ما حكينا هو اصلا الشخص اللي بيشك هو شخص خايف لانه خايف عما يشك، فهو كل ما كان رايق ومرتاح كل ما خفت هي القصه. فانا لما بناقشه بانه هي مجرد مخاوف وبحكي فيها بكل هدوء وبعقلانيه الامور نوعا ما بتاخذ مجرى اخر. خلينا نقول كون انا المبادره، يعني سواء ما عم بحكي بس كانثى حتى كرجل، يعني كمان في نساء كثير بتغار يعني طبعاً. مهم كثير انا بادر، هو بدل ما يسالني على تفاصيل يومي وعلى القصص اللي طول الوقت بدقق عليها، خليني انا بادر وشاركه هاي القصص او شاركه مشاريعي ومخططاتي تماما، مشان ما يعني ما يكون عنده هذا انه يروح للاكستريم باي تصرف هو عم يتصرفه. لو فرضنا انه صار معين مثلا نقاش بما يخص شكوكه، خليني ما كثر اعتذارات لانه كثر الاعتذارات عن سلوك هو اصلا غير مقصود، بيعتبره هو كشخصيه وسيله الهاء، فمو صح انه انا كثير اقدم له مبررات واقدم له اعذار، خليني اكون حدا واضح، ما اقبل الاهانه، مثل ما انتم بتعرفوا لما بيصير في نقاش بين اي اثنين سببه شكوك فطبيعي ممكن تصير اهانات لفظيه او احيانا جسديه، تمام. قبولي فيها هو شيء كثير خاطئ لانه هو بياكد له انه انا كشخص خطا تماما انه انا معناتها في شيء لحتى هي سكتت وما حكت. طيب سؤال ختامي يا غدران، ممكن الشك المرضي او الشخصيه الارتيابيه يؤدي هذا الموضوع مثل ما قلتي لأذية جسدية، بس نحن عم نقصد هون ممكن قتل، ممكن إيذاء، ممكن يوصل أي طبعا المرحلة. وكتير مهم إذا كان في بعض المؤشرات على هاي الشخصية العنيفة إنه فعلا نحن نلجأ لأختصاصي لأنه الموضوع مو لعبة أبدا. هي شخصية الارتيابية قطعا هي شخصية عنيفة أو لا؟ ما شرط، ما بالضرورة، هي بصراحة حسب تكوينات إذا اجتمعوا الاثنين مشكلة. أي طبعا أكيد. هلأ كتير مهم، معلش خلينا نحكي شوي بإيجابية ختاما. هذا الشخص اللي أنا تزوجته هو بالنهاية ما تزوجته، يعني نحن نحكي بالحالة الطبيعية، لا هو مجبور علي ولا أنا مجبورة عليه. خلينا نتذكر أنه نحن أصلاً أخذنا بعض عن رضا، نحن حابين نعمل أسرة مع بعض، فكتير مهم أنه نتجاوب مع بعض، نتحاور مع بعض لحتى نوصل لنقطة نلتقى فيها، ما تكون القصص دايماً رايحة باتجاه أنه خلص نحن بدنا نترك بعض أو مشاكل أو ما شابه ذلك. تماماً، يعني الشك ممكن يكون بحد معين ضمن العلاقة، ممكن بعض المشاكل المطبات، ولكن نحن كيف نعرف نتجاوزها لحتى نكمل حياتنا بطريقة سليمة وصحيحة وخاصة كرمال الأولاد. أكيد. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. شكرا لك غدران، شرفتينا. شكرا. الخطأ أمر وارد وممكن يصير مع أي شخص بأي مكان وحتى زمان، بس إهمال الاعتذار عن الخطأ ممكن يؤدي لنهاية العلاقة بين الأطراف، أو ممكن يتضاعف بشكل أكبر وأكبر، أو ممكن لسبب بسيط جدا. صحيح، يعني أيام ممكن كلمة هيك كلمة اعتذار صغيرة بتحل مشكلة كتير كبيرة، وللأسف في كتير أشخاص بيشوفوا أنه فعل الاعتذار هو أمر صعب عليهم وممكن حتى ينقص منهم، لو انه يمكن هو اكيد يعتبر الاعتذار هو فضيله، وبنشوف انه عند الرجال تحديدا يمكن بيلاقوا موضوع الاعتذار اصعب شوي من النساء. اكيد الحقيقه عن هالموضوع رح نعرفها بالتقرير. دائماً الاعتذار بيكون بالنسبة للمرأة أسهل من الرجل، لأنه بيعتبر الاعتذار انتقاص من الرجولة، وأنه الأفعال ممكن تكون بمثابة اعتذار غير مباشر. فالدراسات بتقول قلة اعتذار الرجال ممكن ما يكون إلها أي علاقة بالعناد، ولكن بالأفكار المختلفة حول نوع السلوك يلي بيشكل بالواقع فعل جدير بالاعتذار. كلمة أنا آسف هي إحدى العبارات الأولى يلي بنتعلم نقولها كأطفال، ومع ذلك بعض البالغين بيرفضوا الاعتذار حتى لما بيكونوا مخطئين بشكل واضح.
بيلاقي بعض الناس صعوبة كبيرة بالاعتذار لدرجة إنه الاعتراف بأصغر خطأ ممكن ينطوي على معركة كبرى، وغالباً هالمعركة بتكون غير مثمرة. بالنسبة للبعض الآخر بيعتبروا كلمة أنا آسف تحمل تداعيات نفسية أعمق بكتير من يلي بتوحيه الكلمات نفسها، فهي بتثير مخاوف ورغبات أساسية سواء كانت واعية أو غير واعية، تتمثل بالرغبة بالسيطرة، والبعض بيعتبروا الاعتذار بيهدد هويتهم أو بسبب محبة الأشخاص لأنفسهم أو حتى بسبب الخوف من المزيد من الاعتذارات. والبعض كمان ممكن يشعروا بالعار عند الاعتذار وليس بالذنب. ومعظمنا سمع أن النساء بيعتذروا أكثر من الرجال، والدراسات أكدت أنه هالشي صحيح، فالنساء بيشعروا بالأسف أكثر من الرجال. فحصت الدراسة تباين اعتذار الرجال والنساء، قام فيها مجموعة من الطلاب الجامعيين بالاحتفاظ بمذكرات لمدة 12 يوم لتوثيق ما إذا كانوا قد اعتذروا أو فعلوا شيء اعتقدوا أنه بيتطلب الاعتذار. وجدت الدراسة أنه كل من الرجال والنساء اعتذروا بنسبة 81% لما اعتقدوا أنه أفعالهم كانت مسيئة، لكن النساء كانت أكثر عرضة للإبلاغ عن كونهم ضحايا لسوء المعاملة وأنه بيتوجب على الطرف الآخر تقديم الاعتذار. لكن النتائج ما بتعني بالضرورة أنه طريقة التفكير الخاصة بالبعض صحيحة أو خاطئة، لكنها مختلفة تماماً، وكل ما زاد فهم الرجال والنساء لبعضهم البعض بعلاقاتهم الشخصية والمهنية كان بإمكانهم العمل بشكل أفضل. بيطلب الأمر قدر معين من القوة العقلية للاعتراف لما نكون مخطئين، فرفض الاعتراف بالأخطاء ممكن يؤدي لضرر بالعلاقات، وممكن يكون الاعتذار بكثير من الأحيان المفتاح للحفاظ على علاقات صحية على المدى الطويل. يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. وهلا صار وقت فقره الطبخ اليوم، بما انه اليوم العالمي للجاتو الاسفنجي، دائما اذا انتبهتوا نربط الاكلات مع المناسبات، يعني كل ما بيكون في مناسبه لازم هيك يكون انا الي هيك نوعا ما اربطها مع المناسبات تبع صباح الخير. هلا اليوم رح نعمل جاتو بزبيب، وجنب منه رح نعمل عصير طيب ولذيذ اللي هو عصير المن والسلوى. بتمنى من ستات البيوت تابعوا هالوصفتين لانه جدا جدا طيبين ولذيذين ورائعين وسهلين وما كثير بدهم شغل. بس اول شيء خليني اعرفكم على المقادير. هلا هون في عندي 3 ارباع كاسه زيت نباتي، هون كاستين طحين منخولين، كاسه من السكر، 4 من البيض، ظرف فانيليا، ظرف باكينج باودر، وهون حاحتاج لزبيب مثل ما انتم شايفين. بالنسبه للعصير اللي احتاج حليب،
ما ضل غير تروحوا لعند المذيعين وتستكملوا فقرات صباح الخير وترجعوا لعندي لحتى نعمل أنا وياكم عصير المن والسلوى. شكرا كثير لك يا شيخ. شكرا لك شايف. نحن مشاهدينا أكيد دائما بنشجعكم على الرياضة وخصوصي رياضة الصباح لأنه أكيد فيها لكثير من الفوائد. خلينا نروح لدقائق سريعة. صباح الخير، انا كوتش ملا المصري. اليوم رح نشتغل تمرين الاشخاص اللي عندهم خشونه بالركبه. هلا شو هي خشونه الركبه؟ هو بيكون في عندنا نحن غضروف بيفصل بين منطقه او هو الوصل بين عظمه الساق وعظمه الفخذ. هذا الغضروف سماكته هي 2 ل 4 ملي بس، فاي ضغط زايد او احتكاك على هذا الغضروف مع الوزن الزايد ممكن يعمل لنا خشونه ركبه. طبعا في بالاضافه للتقدم بالعمر بتصير عندنا هي المشكله، بس هلا مبدئيا عم نشوف انه في ناس او شباب صغار بالعمر عم تصير عندهم. طبعا الاحصائيات بتقول انه نحن عم تكون عندنا الاصابات بخشونه الركبه مضاعفه عن بهذا القرن عن القرن الماضي. فاذا عم تكون نمط الحياه الغلط، احيانا عدم توعية الركبة أو لعب الرياضة بشكل مناسب، الوزن الزايد، كل هاي الأمور هي اللي عم تسبب لنا هاي المشكلة. فاليوم اخترت لكم أربع تمارين حتساعدنا أنه نحن بنقوي مفصل الركبة ونخفف من ألم ومن الخشونة. هلا التمرين الأول رح يكون ميني سكوات. بشكل عام السكوات هو تمرين فينا نقول أنه هو فيه ضغط على الركاب خصوصي لما ننزل زوايا كبيرة. فنحن حنعمل بس ميني، يعني حننزل نزلة كتير صغيرة، ضهرنا جالس نرجع لورا من غير ما نقرب ركبنا لقدام نزلة وفوق. هلا قد ايه المسافه اللي نحن رح ننزلها؟ كل شخص بحسب هو او بحسب مثلا مشكلته بالركب، يعني نحن ننزل هون، اوكي انا لهون ما في الم، كمان بنزل ما في الم، هون صار في الم، اوكي خلص انا هذا المدى تبعي. قبل ما اوصل عند مرحله اللي بتصل انه صار في وجع بالركبه انا بطلع فوق. حنشتغل 15 عده وثلاث مجموعات كل التمرين. 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 تمرينة تاني. رح نرجع ننزل على الأرض. هلا رجل متنية والتانية فرد لتحت. هلا ركبتنا اللي فرد حنشد مشطنا فليكس لفوق، تمام؟ وحنرفع فوق لتصير على مستوى ركبة بس ونرجع ننزل تحت. 1 5 4 3 2 1 وننزل على مهلنا شوي شوي. نطلع فوق نثبت 5 4 3 2 1 2. كمان التمرين 15 عدة وثلاث أو أربع مجموعات. نرفع 1 2 3 4 5 تحت كمان عدة 1 2 3 4 5 تحت. ونبدل رجلنا الثانية كمان ما ننسى فليكس. نرفع فوق 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 كمان عدا أخيرة 1 2 3 4 5 4. تمرين اللي بعده رجلنا كمان من تحت حنخليها من الأرض بنسحب ونحن عم نثنيها لعنا لفوق تاني وبنرجع لورا. هلا في احتمال انه نحن بس صرنا فوق ابتدت الركبه بنبلش نحس بالم، كمان بالمكان اللي نحن بنبلش نحس انه بلشت الركبه هون في بلش يظهر عندنا الالم بنوقف وبنرجع بنفرد لتحت، ما نضغط على ركبتنا ونزيد الوجع عليها لما نشد لفوق. 2 3 4 5 كمان مرة 6 كمان على مهلنا ونسبة شوي فوق ما ننسى. تانية 1 2 بطيء شوي شوي تمريننا 3 4 كمان عدة 5. ما تنسوا تشتغلوا التمرين
ثلاث أو أربع مجموعات وخمستعش عدة. التمرين الأخير اللي اخترت لكم إياه تمرين مهم جدا. هلأ هو التمرين فينا نقول بيشغل منطقة الورك. هلأ ضروري جدا هاي المنطقة تكون قوية، ليه؟ لأنه إذا كان عن عضلات ورك ضعاف هالشي حيزيد ضغط على ركبنا، وبالتالي حيعمل لنا ألم بالركب. فالرجلين الكعبين يضلوا لازقين ببعض، وبنرفع رجلنا فوق سبات خمس ثواني، نرجع تحت 1 2 7 3 4 5 6 7 كمان عدة أخيرة 8 ونبدأ الجهة الثانية كمان كعبين عند بعض نرفع 1 2 3 4 5 6 7 عدة أخيرة 8. هذا هنا كان تمارين اليوم، لازم نعمله تقريبا أقل شيء 3 مرات بالأسبوع، ومثل ما قلنا 15 عدة وثلاث أو أربع مجموعات. نشوفكم بحلقات جديدة ويعطيكم العافية. الأكسسوارات عالم كبير من ألوان وأشكال، وحتى الخامات يلي بتدخل بتشكيلها، ولكل صبية ذوق معين باختيار يلي بناسب إطلالتها، أو حتى يلي بتحب تختاره كهدية ممكن تقدمها بمناسبة بسيطة. ضيفتنا مصممة الأكسسوارات غناء الشلاح تخبرنا أكثر عن صناعة الأكسسوارات بخامات بسيطة وشو الإضافات للقطع القديمة يلي انضمت لإلى رنا. يسعد صباحك يا غناء. صباحك. تفضل يا رنا. شكرا نور، صباح الخير غناء. اهلا وسهلا فيكي معنا غينا ورنا اليوم هيك طالعين على الوزن. اهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. معنا هيك غراض انت اكيد شغلتيهم، اكسسوارات اساور وغيرها، ومعنا اكيد شيء حنشتغله على الهواء. خلينا نقول اولا شو الاغراض اللي نحن بنحتاجها اذا نحن عندنا ممكن اغراض بالبيت، شو ممكن يكون ناقصنا لحتى نحن نعمل مثلا اسواره، نعمل توق، نعمل شيء من الاغراض موجود. هلا بالنسبه للاغراض بالبيت ما في شيء موجود بالبيت، لازم كله نشتري، كله بدنا نشتري من السوق، كله يعني بده يعني في قطع معينه، يعني مو اي شيء فينا نحطه. في شيء بدنا ندور عليه يعني مثل الحجار، الصدف، في هي قطع مطليه مصممه تصميم. معناتها نحن اذا ناويين نشتغل بالاكسسوارات حصرا بدنا نزلت شوي، بدنا نزلت سوق اكيد لحتى مثل ما قلنا نجيب حجار، نجيب السناسل او الخيطان اللي نحن بدنا اياها. طبعا هات خيط، يعني انا اول ما وقفت قدام غينا عم اقول لها هذا شو، هيك من بعيد انه عم اقول لها سنسال ولا مو سنسال، قالت لي لا هذا خيط، فهو خيط حتى بيضاين. يعني قصدي انه مي وبحر كلور وبارفان كل شيء كل شيء شو ما عملنا بيضاين. انا هدول حبيتهم الصراحه، كثير صيف، كثير الوانهم صيفيه والوانهم بناتيه، يعني هن بناتيه الزهر والموف وهي الالوان، وحتى النجوم والصدف هي كلها هلا هيك خرج بحر وخرج مسبح، كثير مهضومين. تمام. طيب خلينا شوي نحكي على القطع الثانيه الموجوده معنا، كيف تختاريهم غناء؟ يعني كيف بتنقي مثلا انه انا بدي اجيب هالحجار، بدي اجيب هالقطع، بلبقهم مع بعضهم، كيف بتلبقيهم؟ على حسب الدارج والله بصراحه، وعلى حسب، لا مو دائما انا بشتغل يعني مثل ما انا ذوقي، يعني مو كل شيء على ذوقي، كل شيء ممكن حسب الناس مطلوب. شو بتحب كمان او شو يعني مطلوب. انا مثلا بفضل الناعم، بس العالم كمان بتحب القطعه الضخمه الكبيره، صح، الحجار الكبيره، بس مو كل العالم مثل بعضها، فانا بشتغل يعني على حسب هيك وهيك وهيك. تمام. كل الانماط يعني في عالم بتشتغلي على تواصي، يعني اذا حدا مثلا بده شيء معين ممكن يوصيكي؟ بس انا بس تواصي بشتغل، بس تواصي، بس تواصي. وبشتغل كمان يعني الشغلات اللي قريبه للذهب كمان، لان في العالم ما بتفضل المطاط. هدول سناسل مو مثل الخيطان اللي شفناهم شوي. سناسل الجنزير وسناسل المطليه هدول. تمام. في عالم ما بتفضل المطاط، فانا بشتغل الطرفين، مطاط موجود وسناسل. هيك وموجود هيك. ايه يعني لان في عالم مثلا بتتحسس ممكن. يعني في هيك وهيك. تمام. بشتغل الطرفين. طب هون سؤال، كثير في ناس غينا مثلا بيشتروا هي القطع على البحر او المسبح، ان كان عمليه الكلور او حتى مثلا اذا حدا بالبحر وهيك ممكن كمان يحطوا مواد للتسمير وهيك، ممكن بيقولوا يا راح لون القطعه، أيه. يا اما صبغت على جلده للواحد، يا اما عملت له مشاكل او حساسيه من الشمس. هذا النوع من الخيطان هو ممكن يعمل هي المشاكل او لا؟ لا بيعمل. اول شيء الخيط هو مطلي ما بيروح لونه، القطعه كمان يعني بشو بده يروح لونه؟ ما بيروح لونه، حتى القفل انا جايبته مطلي يعني ما بيروح لونه ابدا. الحجار هي ما بتروح لونه الا اذا قطعه مثلا
في قطع خفيفة اللي هيك مثلا مثل هيك العالم يعني هدول غير غير مثلا القطع في قطع مطلية هي هي لا ما بيروح لونها مثل مثل اللولو هيك حجار اللولو كمان ما بيروح ما لونه. بتغير لونه لا لا. تمام بيضلوا مثل ما هني تمام معناتها هي تفادينا هي هي المشكله. هلا اذا بدها تقلي انه هي رايحه على المسبح او بحر انا بقول لها شو النمط اللي بدها تاخده يعني اكيد ما تاخذ مثلا قطعه عاديه اكيد بدها تحل على ايدها يعني تمام. لانه هي بالنهايه ما له ذهب بس في شغلات يعني الثلاث ارباع القطع هي للبحر والمسبح اه تمام والنمط الثاني لا يعني مو لل يعني مو للمي او البحر اوكي الفارفان. تمام يعني مثل ما قلنا اليوم كنا عم نحكي انا وغنى تحت الهواء قديش اليوم يعني صفحات الاكسسوارات معبايه ما رح يعني ننكر هذا الشيء كثير في ناس صارت عم تشتغل هذا الشغل كيف الوحده اليوم فيها تتميز او كيف هي بتقدر عن جد تعمل هذا المشروع تبعها المشروع الصغير هي وبالبيت وتقدر تتميز فيه تتميز يعني تخلق هيك فكره جديده مشان هيك انا وقت يعني كثير لقيت فكر اكسسوار كثير يعني كثير فحبيت يعني نزل فكره جديده اللي هي هي السليبر تمام. هي كانت من كل شيء عندي كل شيء موجود ما اشتريت شيء غير كل شيء الحجار اللي موجود كل شيء موجود طبعا هي هي كثير موضه كثير موضه هي هي السنه يعني شفنا القش كثير كان موضه كثير في صبايا عم يجيبوا السليبرز او حتى الصندالات او حتى الباج تبع المسبح شنطه المسبح عم تكون قش فانت ميزتيها يمكن بهدول الحجار وبهذا بهذا الشكل كمان هدول تواصي اذا حدا مثلا بده يوصي اي بيشتغلون تواصي يعني عملت كل الالوان واكثر اللون دارج هلا هو الفوشيا والاورانج مع انه هذا اللون غريب عندي يعني هلا هي موضه هي السنه ايه صارت ميكس الالوان القويه مع بعضها يعني يعني انا مثلا بفضل الالوان الزرق مع الابيض سو انا هيك بحب بس العالم عم تطلب فوشيا واصفر لا بدهم الشيء الجريء فوشيا يعني حصرا كل شيء معه فوشيا تمام اورانج والاصفر والاخضر يعني كل شيء بس حطي معه لازم فوشيا يكون موجود لازم يكون موجود تمام طيب خلينا شوي نرجع كمان لفكره المانجات كثير شفنا ناس حفرت على المانجات وكتبت على المانجات وطبعت على المانجات عملت كل شيء اليوم انت عامله فكره جديده هي مثل اكسسوارات هي عم تنحط كمان على المانج كمان كيف طريقه الشغل لحتى تتلزق او يتلزق مضبوط الحجر عليه هلا انا بس بجيب الاستراس اول شيء بطبعه مشان يعكس اللون يعني يطلعوا الالوان متناسبه مع الاستراس بعدين بحط الالوان اللي بدي اياها يعني مشان يكونوا مدرجين يعني مثل الصوره المطبوعه يعني بختار الديزاين انا اللي بدي اياه وبعدين بطبعه على المك وبس تمام معناتها طبعنا وحطينا الاستراس عليه للزينه لا بس ما بيروح لا على المي ولا على الحراره ما يعني بيصير شيء يعني مو بس صمد يعني بنجليه ونعمل كل شيء وما بيصير مو بس صمد يعني هيك بنحطه بنشرب وبنستعمل فيه يعني ما في ما في اي مشكله في ناس فعلا اليوم بتحب انه هي يكون الكاسه تبعها او المك تبعها هي تكون مميزه خصوصا اذا كتار بالبيت مزبوط عشان ما يضيعوا انا هي الفكره عرضتها لان جاي الشتاء فالعالم هلا بتخف يعني فكره الاكسسوار عندهم بتروح اكثر يعني بيكونوا لابسين كذا كنزه وكذا ما عاد يلبسوا كثير اكسسوار تمام ف يعني فوتت هي الفكره مشان الشتاء اكثر بس هلا ما كثير عم بشتغل فيها اوكي مركزه على الاكسسوار هلا بس نقرب على الشتوية بترجعي شوي طيب ان شاء الله حتشتغلي لنا شيء على الهواء تورجينا طريقه الشغل يمكن في صبايا عم يتابعونا حابين يتعلموا هذا الشغل او حابين هن يبدوا بمشروعهم كمان ليتعرفوا شو المواد وشو الاغراض اللي نحتاجها جبنا طبعا نحن الخيط اللي قلنا عنه بس هو هاد كانه غير نوع هذا الخيط نفسه هو نفسه نفسه بس بنشتغله بالسناره اوكي هو خيط 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 اوكي انا تخيلته صراحه فكرته بيجي مثل ما هو جاهز لا بعد شغله مو سهله يا جماعه لا والله مو لا بدها شغل انا من جماعه انه لا يعني ما بشتغلها يعني انا من جماعه انه لا خلص يا اذا هي جاهزه جاهزه مو جاهزه انا مستحيل اشتغلها والله هي بتجي يعني هي بدها مرق الصراحه ايه هي جمعنا اثنين بواحد السناره مع الاكسسوارات مع كله مع بعضه حتى دخلنا معه الحجار يعني مع القطبه طبعا اوكي هيك قطعة قد ايه بتاخذ معك وقت تقريبا غنى لحتى تخلص؟ والله كل قطعة شكل، لأن في قطعة بدون كثير شغل وخرز، وفي قطعة يعني بتصير بتغري على السريع، أنت وقاعدة بيكونوا انعملوا بس في قطعة كثير بتاكل معي وقت، يعني وقت بيجيني عليها تواصي بحط إيدي على قلبي إنه هي بدها شغل كثير
بالنهايه هذا يمكن اللي بيميز غنى الهاندز ميد او شغل الايد انه هو عن جد ما بيشبه شيء، هو مميز، هو معمول خصوصي لهذا الشخص، خصوصي اذا هو توصايه، فهي الصبيه عم تختار الشكل واللون وكل شيء. هو الهاند ميد ليش بيقولوا لك صنع بحب؟ لان عن جد بيكون الواحد حاطط تفكيره وذوقه ووقته، يعني كل شيء، لان هو بياخذ وقت، يعني طبعا. ما بس خرز وحطيناه بالخيط واشتغلنا، وعن جد بده كل شيء يعني. تمام. وحتى عم نشوف هنا باخر فتره يعني لانه هنن معمولين خصوصي لهذا الشخص، عم نشوف كثير في عالم عم يروحوا للهدايا فيهم، يعني بيوصوا حدا على شيء، ممكن هذا بيعرفوا هذا الشخص بيحب هذا اللون، بيحب هي القماشه او هي الماده، فبيوصوا له على هدول الاغراض كمان. اي مزبوط. امتى اكثر شيء بتكثر التواصي غنى؟ على الصيف، عيد، يعني عيد العيد تبع العيد الفطر كان فظيع يعني. كان فيه شغل. يا سبحان الله الأعياد دائما فيها مواسم، بيقولوا لها مواسم شغل، لأنه هي فعلا العالم هيك بتفطن بالهدايا، بتفطن بالواجبات، بتفطن بكل شيء بهذا الوقت. حلو كتير، يعني عن جد بدها شغل، بس انه ما انا صعبه اذا الوحده تعلمت. لا ما صعبه، يمشي الحال. بعدين هون بتتعلم اثنين بواحد، اذا تعلمت السناره ممكن كمان تشتغل صوف اذا هي مثلا بتحبه الى مراء، بما انه جايه الشتويه كمان ممكن. هلا هيك خلصي، اعطينا هيك نصيحه ختاميه غنى للصبايا اللي عم يتابعونا، هيك نشجعهم. هي ما في يمكن غير على ايدي بتزبط. ليش انا صغيره؟ ايدي كثير ناعمه. هذه الختمه هيك هلا قفلناها. تمام. عم يقولوا لي بالكنترول اخذها لميرا لبنتي. بمزح اكيد. لا حسابك اكيد. لا انه على قدمه صغيره يعني، بس هي يمكن لانه مطيت. لا عم بمزح، هي لانه مطيت يمكن. اه مزبوط. لا عليكم كثير. بس شفتي؟ بس شفتوا ايدي 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 مساعده ايدي لانه ناعمه، هيك مو مبينه، هيك مبينه. كثير مهضومة عن جد. يسلم ايديكي ويعطيكي الف عافية. مثل ما قلنا هو هيك تشجيع دائما للصبايا انه بيقدروا يعملوا اي مشروع بالدنيا باقل الامكانيات. ممكن الصبية عن جد تحط موهبتها، تحط شغلها وشطارتها، ممكن من فكرة صغيرة الواحد يقدر يعمل اكيد شيء كثير كبير. شكرا كثير غنى لوجودك معنا وموفقة. الله يسلمك يا رب. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكي. يا صباح الخير عن جديد لستات البيوت اللي انضموا معنا هلا واللي كانوا منضمين اليوم بمناسبه العيد العالمي للكيك الاسفنجي. حبيت اعملكم كيكه طيبه لذيذه انا شخصيا بحبها، هي كيكه الزبيب. الكيكه يعني اللي تابعوني قبل شوي، الكيكه صارت بالفرن وخلصت، بس حارجع عيد على السريع انا شو حطيت. اربع بيضات مع زرف فانيليا خفقتهم كثير منيح، ضفت عليهم كاسه من السكر، ثلاث ارباع كاسه من الزيت النباتي، كاسه حليب خفقتهم كثير منيح، كنت ناخله كاستين من الطحين مع ظرف بيكنج باودر، كلهم مع بعضهم حطيتهم وخفقتهم شوي على الخلاط وصاروا عندي جاهزين. بالقالب الكيك دهنته شوي من الطحينه، ممكن تحطوا ورق زبده اللي بدكم اياه، حطيت شوي من الزبيب بالاخير، وبعدين حطيت كمان مقلب الخليط شوي من الزبيب وحطيتهم على حراره فرن 180 تقريبا، بتاخذ معي مده 40 دقيقه. اذا انا عندي الفرن مثلا مثل هون ما انتم شايفينه مربع تربيع، انا لا بنزله تحت ولا برفعه لفوق، بشغل عليه بس من تحت وحطيته بالنص مشان ياخذ استوى كامل بالوقت اللي انا بدي اياه. جنبه ما دامه خلص بدي اعمل هيك شغله ظريفه، اكيد ما حنرجع نعمل كيك ثاني مشان ما نرجع نفتح الفرن مره ثانيه. رح اعمل لكم عصير رح تدعوا لي عليه من قلبكم، اللي هو عصير المن والسلوى، يعني لعشاء المن والسلوى رح يعني فعلا رح تدعوا لي عليه. كثير سهل، كثير فوق بتتخيلوا. شوفوا شو هون عندي كاستين من الحليب، طبعا اهم شيء يكون في عندنا خلاط وكهرباء والامور تمام. هون في عندنا كاستين من الحليب، طبعا انا هون عندي الحليب بارد، موزه،
نص موزة، موزة ما بيقصر، بس اللي عنده موزة أكيد مش الحال. بهذا الشكل هون في عندي 4 حبات من الهيل، أو خليهم 5 ما بدي أكثر. هون عندي خيارين، يا بحط قهوة مطحونة جديد أو حبات القهوة ما بيقصر، تقريبا معلقة صغيرة بتكفيني. نقابلها أكيد، يعني وجودهم دائما بشكل حالة حلوة بكل مكان بيكونوا فيه، وبمقهى بدمشق اجتمعوا ليقدموا من الحب شوي وليقولوا للكل أنه نحن قادرين نعمل شيء مختلف. خلونا نتابع هالتقرير. مثل ما دائما وجوههم قادرة تعطينا الحب والفرح، الأمل والحنية، كان استقبالهم الجميل عم يمنح السعادة لجميع المتواجدين بمكان بيجمع المصابين بمتلازمة الحب، وحولهم من أشخاص بتعتمد على الغير لأشخاص بتعتمد على ذاتها وإدخالهم بسوق العمل. وكان ذلك بجهود من جمعية جذور وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة السياحة، وبحضور محافظ دمشق والعديد من الوزراء والفنانين ليشارك ويشاركوهم الفرح بهذا اليوم المختلف. شكرا كثير لوجودكم. يظنون بأنهم معاقون، لا، هم أصحاب احتياجات خاصة، إذا ما عوملوا بطريقة خاصة علمية ووجهوا الاتجاه الصحيح فهم سيستطيعون أن يقفوا على أقدامهم وأن يستمروا في حياتهم وأن يكون لهم موقعهم وأن يعتمدوا على أنفسهم. هذا مشروع مهم للغاية، أنا أتمنى أن يعمم كل العاملين فيها، وخليني أقول في أكثر من 75% من العاملين فيها هم من ذوي الهمم، يلي هدول هالمجموعة من اليافعين يلي تحولوا من مجموعة مستهلكة إلى مجموعة منتجة، بالإضافة لأنه قدرت جمعية جذور تملي وقتهم وتخليهم قادرين يكون منتجين وفعالين في المجتمع، وقدرت تدمجهم مع المجتمع الأهلي. هذا مشروع كتير مهم، لأنه طبعاً اليافعين الداون هن جزء من المجتمع، ما بينقصن شيء أنه يكونوا فعالين بهذا المجتمع، وأنه يقدموا كمان لهذا المجتمع، لأنه هن بيحبوا أنه حدا يعني يعاملهم كناس طبيعيين، وهن فعليا ناس طبيعيين بشوية جهود. الأهم أنه نحن نشتغل على الجانب النفسي، نحن حابين نطرح قضيتهم كقضية رأي عام، هن من حقهم يكون عندهم هاي الفرصة، يثبتوا وجودهم، يكون عندهم خلينا نقول شغل بحياتهم، لأنه هذا الشيء رح يكون فيه له مردود إضافي عليهم أكيد.
بدنا نحكي عن ملازمة الداون تحديدا. نحن بنقدم لهم اول شيء بداية تعليم معرفي اكاديمي بالدرجه ومراحل، بالاضافه في اعمار كبيره نوعا ما بالعمر يتخطى سن 18 بنحاول نقدم لهم برامج تمكين مهني. انا فرحانه كثير كثير كثير، احنا فرحانين انه احنا موافقين للعطله. الإيمان بالقدرة هو نصف الطريق لتحقيق الأحلام، وكانت أحلامهم يوم عن يوم عم تتحقق، ومن خلال هاليوم كانت رسالتهم إنهم قادرين على العمل والعطاء مثل بقية أفراد المجتمع، ولكن الميزة اللي مرافقتهم هي الحب. وبالآونة الأخيرة عم نسمع كتير عن أشخاص قامت بجراحة استئصال المرارة نتيجة لتراكم الحصيات العديدة فيها وما شعروا بأعراض مسبقة أو شعروا وممكن نقول أنهم أهملوها لاعتقادهم أنه ممكن يكون هذا الشيء ألم عابر. صحيح، اليوم نور ضمن فقرتنا الطبية رح نحكي أكثر عن حصيات المرارة عند البالغين بين أعراضها الشائعة وأسباب تشكلها، وأيضا أكيد كيف بيتم علاجها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور فواز النقاش الاستشاري بالأمراض الهضمية والكبد. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. أنتم وجميع أعزاء المشاهدين أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن ممكن نشوف في تشكل الحصيات إن كان بالكلاوي ممكن بالحالب وبالمرارة. بنحس المرارة نوعا ما هي تشكل فيها شيء بيكون صامت لحتى ما بيخلينا نشعر بألم وفجائي. ولكن بالبداية دكتور رح ناخذ من حضرتك شو المقصود بحصيات المرارة طبيا وهل في إلى أحجام مختلفة؟ تمام. هو الحصيات المرارة هو تراكم داخل ركوده داخل المراره بتؤدي لتراكم الترسبات، مع الوقت بتبلش صغيره وبتنتهي كبيره بالتدريج شوي شوي لتؤدي لتشكل الحصيات. بجوز الاليه بالكليتين مختلفه شوي ولكن تقريبا على نفس النمط، بفتره معينه بسيطه بنلاقي انه درجه القصه بدون احيانا ما يشعر المريض من حصيات رمليه الى حصيات كبيره ممكن تكون متعدده واكثر من حصاه. ممكن احيانا نصادف حصاه واحدة قطرة صغير 7-8 ملمتر بس، في عنا حصيات ممكن توصل لصفار البيضة أحيانا أكثر من صفار البيضة، أكثر يعني 3-4-6 سنتيمتر أحيانا. تماما. فأخذ تقريبا أخذ المرارة كلها، وأحيانا بيكون عنا حصاة واحدة، أحيانا عدد لا كبير عدد جدا لا يمكن حصيات. ما بيحسن الطبيب يحسي ولا الجراح حتى بعد ما يستأصل المرارة ممكن ينعدوا مع الحصيات لأنه عدد كتير كبير من الحصيات. فمختلفة الحجم مختلفة العدد، ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كبيرة، ممكن يكون عددها قليل ممكن يكون عددها كبير، بس كلها تقريبا بالنهاية بتعطي إلى تأثيرات سلبية. تمام أكيد دكتور. طب خلينا نوضح أكثر كيف بتتشكل وليش بتتشكل دكتور. يعني في ناس بتقول أنه في أطعمة معينة بتساعد على تشكل الحصى، في ناس بتقول أنه لا المي إذا نحن عم نشرب مي ما أنا مفلترة أو ما أنا نظيفة مثل ما بنقول ممكن كمان تأدي. هل صحيحة هاي المعلومات أو خاطئة؟ بريئة. المي بريئة تماما، حتى بالنسبة للكلاوي المي بريئة. الشخص اللي عنده استعداد فلح يكون حصيات، ولكن في أسباب مهيئة. أول شيء في أشخاص مثل أحيانا الكليتين، يعني أحيانا ما بنلاقي إنه عندهم سبب واضح لتشكيل حصيات، بس مع هيك بنلاقي عندهم. هن الأجسامهم بتشكل ممكن. يعني بنطلع ما بنلاقي في أسباب للحسكرة، بنطلع إنه أغلب الأسباب اللي ذكرتها تقريبا مو موجودة عندهم، مع هيك في حصيات. بس في أسباب مهيئة، يعني بنجي على الأسباب المهيئة اللي الناس ما بتعرفها على رأسها هلا حاليا. أول شيء الإناث أكثر من الذكور 2-1 أو 3-1 أحيانا، فالإناث عندهم استعداد لتشكيل الحصيات أكثر من الذكور. الأعمار المتقدمة يعني منلاقيها طبعا، حتى منلاقي الحصيات عند الأطفال، ولكن فوق 40 فوق 50 بتلتقى بنسبة أكثر بكثير. البداني يلي هي من أهم الأسباب.
وبالتالي كل ما كان الشخص بدين كل ما كان عنده الاستعداد لتشكيل حصيات مرارية أكثر بكثير. ارتفاع الكوليسترول الدمي اللي هو من أهم وأكبر وأعظم أسباب تشكل حصيات المرارة، لأنه الكوليسترول موجود ضمن الصفرة، ضمن الصفرة اللي موجودة ضمن المرارة بالذات، وبالتالي ارتفاعه إلى حد معين تصبح المرارة أو العصارة الصفراوية غير قادرة على إزابته بشكل كامل، بيترسب بيؤدي لوجود بلورات، مع الوقت بتؤدي لوجود حصيات بكميات كبيرة. الأشخاص اللي عندهم أمراض دموية، فقر الدم الانحلالي لأسباب مختلفة، فهدول عندهم أحيانا النسبة أكبر، تشمعات الكبد ممكن تهيئ، التهاب الطرق الصفراوية أحيانا المتكرر أو اللي بيتكرر لأكثر من مرة، داء السكري، الركودة الصفراوية أيا كان منشأها. نحن حكينا عن البداني، بس في أشخاص عندهم بداني وعم يخضعوا لإنقاص الوزن، وبالتالي إنقاص الوزن السريع، يعني شخص عمل حمية مو طبيعية، نزل بالأسبوع 5 كيلو، هذا غلط، وهذا اللي حيؤدي لتشكل حصيات مرارية. تنزيل الوزن لازم ما يتجاوز النص كيلو بالأسبوع، يعني بحدود 2 كيلو. هذا بيشمل دكتور الأشخاص اللي بيعملوا مثلا أصمع دي أو هذا النوع من العمليات؟ بالضبط، هذا سبقتيني بنص ثانية، هذا بيشمل الأشخاص اللي عاملين، هدول عندهم استعداد، اللي عاملين قصمع معدة وتنزيل وزن عبر النتيجة لقص المعدة، هدول عندهم استعداد لشكل حصيات مرارية أكبر بكتير من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص العاديين، لأنه بينطبق عليهم تنزيل الوزن السريع اللي نحن حكيناه قبل شوي. في بعض أحيانا أنواع من الأنتيبيوتيك ممكن أحيانا تساعد، ولكن إذا الإنسان استخدمها بغير استشارة طبية، كرر استعماله أكثر من مرة وما عرفان هو أنه إلها التأثيرات السلبية، وبالتالي يعني في أسباب، هي تقريبا مجمل الأسباب، ارتفاع شحوم بالإضافة للكوليسترول، أيضا ارتفاع شحوم الشحوم بالدم، فبتأدي بتعمل من العوامل المهيئة لتشكل الحصيات المرارية. بعدين بيجي بقى نوع الغذاء، أساسا الأسباب اللي كلها اللي حكيتها، البدانة، الشحوم، الكوليسترول، مرتبطة كلها بنوع الغذاء. فبالتالي نوع الغذاء الإنسان، معناتها هذا بشكل إيجابي غير مباشر على سؤالك، أنه نوع الغذاء أساساً الأشخاص اللي بيوصلوا لهالارتفاع الكوليسترول، ارتفاع الشحوم، ارتفاع الحدوث البداني، قص المعدة، هدول كلهم معناتها أشخاص بيتناولوا مواد غذائية دسمة بشكل كتير كبير، وبيعتمدوا على الدسم، يعني القشطة، الزيت، السمنة، الزبدة، الشحمة، بيعتمدوا عليها بغذائهم، إضافة لأنه ممكن يتناولوا كميات كبيرة من النشويات تؤدي لحدوث البداني وبتهيئ لحدوث الأعراض المشكلة المذكورة. تماما، يعني أسباب كتير أخذناها أسباب من حضرتك فعلاً. دكتور طيب خلينا نفوت بالأعراض، كيف الأعراض بتظهر على المريض يلي خلينا نقول تشكلت الحصيات وخلصت هلأ عم تنبئ بقى المريض؟ مدام نور، أنت بلشتي الحلقة بكلمة أحياناً قلتي بتكون صامتة، وهذا فعلاً الشيء اللي بينطبق على الواقع الحقيقة، يعني في ناس كتيرين أثناء التصوير نحن نلاحظ أنه وجود عندهم حصاء أو حصيات كبير أو كبيرة، يعني حصيات عديدة أو حصيات صغيرة، وبالتالي ممكن تكون الحصاء صامتة ما لها عرض، ما عملت مشاكل. أحيانا تتظاهر بالنقيض تماما، قولنج صفراوي أو مراري صريح بتأتى بعد تناول مادة دسمة، كبة مثلا، مواد مفرطة الدسم، يعني فبيبلش الألم بالمراق الأيمن، المراق المين أعلى وأيمن البطن، بينتشر للظهر، للكتف الأيمن، بيرافقه غثيان، بيرافقه أقياء بعدد كبير من الحالات. الشخص بيشعر بألم ومضاد شديد جدا، ما بيحسن يضبط حاله، إلى أن يزور الطبيب ويعطيه مضاد تشنج بشكل أو بآخر يساعده على تجاوز الأزمة أو القولنج المراري الحاد. بيناتهم بيجي أعراض كتيرة، سوء هضم، جشاءات غير مبررة أحيانا، طبعا جشاءات أحيانا ممكن تكون من منشأ هضمي، ولكن أحيانا كتير 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 كمية كبيرة، لازم ندور إذا في مرارة، الفواق أو بالأحرى الحزقة، حزقة معندة ما لها سبب، ما كنا نلاقي لها سبب، بس هلا مو أعزائي المشاهدين يفتكروا أنه كل واحد عنده لا أي عبارة عن، غالبا أعراض سليمة، ولكن لازم نكون حذرين ونطمن أنه المرارة ما فيها شيء. آلام بطنية مبهمة،
الشخص بياكل دسم بحس حاله والله ما له مرتاح، ما له طبيعي، ساعتين ثلاثه بحس حاله انه ارتاح، رجع الى حالته الطبيعيه، غثيانات مختلفه بعد تناول الوجبه الطعاميه، لعيه نفس غير مبرره، احيانا بيصافوا بعض الاسهالات، بعض الاقياءات، ولكن كلها بتضل ضمن عدم توجه الشخص الى انه انا عندي مشكله مراريه صريحه، بعكس القولنجي نحن ذكرناه بين النقيضين، اما صامته ما بتعطي اعراض نهائيا او قولنج حاجدا بيعطي نفس الاعراض. طبعا بدنا ما ننسى انه احيانا المراره بتعطي اعراض حاده، يعني هدول الحصيات اذا تركناهم ما لهم قاعده، ممكن يتحركوا، فاذا تحركوا وحده منهم كانت كبيره مثل ما ذكرنا وسدد سدت العنق المراره، عنق المراره هو المكان اللي بتنفرز منه العصاره باتجاه المجاري الهضميه، انسد يعني بمعنى باللغه العاميه انصطمت المراره، بتكبر بتكبر بتكبر، بصير ما يسمى استصقاء المراره. فهذا في التهابات دكتور ممكن يستدعي، ممكن تنفجر المراره، ممكن تنسقم المراره، ممكن تلتهب. احنا بنقول بالعامي فقع لي مرارتي، فقع لي مرارتي، وهذا فعلا هذا على ارض الواقع موجود، بس مو فقع لي مرارتي بسبب التوتر احيانا والنرفزه لا هي اسباب طبيه، ولكن هون اسباب طبيه فعلا، تلتهب المراره، تنسقب المراره، والأسوأ من هيك والأسوأ من هيك تماما اللي وجود حصيات صغيره، الحصيات الصغيره 2 3 4 ملم قلنا بتبلش صغيره وممكن تنتهي كبيره، هالحصيات الصغيره ممكن احيانا تمرق مع الصفره، المراره عم تفرز الصفره، تروح الصفره ضمن الشجره الصفراء وبتوصل بنهايتها للامعاء لتساعد على هضم الطعام، مرقت معه الحصيات اللي قطره 3 ملي 4 ملي 5 ملي، هالاخطار الصغيره مرقت، فاذا كانت كبيره شوي 6 7 ملي اكبر من المجرى الصفراوي الاساسي او القناه الجامعه سدته، عملت ريقان بنسميه هذا يرقان انسدادي، الناس بتسميه ابو صفار، مختلف عن ابو صفار اللي من منشا دموي، مختلف عن ابو صفار المشهور جدا اللي هو من منشا التهاب كبد فيروسي الشائع جدا المعروف بين الناس اللي هو نتيجه التهاب الكبد الفيروسي هذا شيء ثاني مختلف، هذا شيء ثاني، ولكن من الناس ما بتفرق ريقان بالنسبة إلى ريقان، ولكن الطبيب بيفرق أنه هذا ريقان من منشأ فيروسي اللي هو الأشيع الفيروس آه، أحيانا بتجي الفيروس بي أو الفيروس سي، أما كمان أما هون ما له علاقة بالفيروسات نهائيا، انتقل الحصية المجرى نفسه، المجرى اللي عم مثل أي مثل مجرى صحية تسكر، فعلا هو المجرى اللي بيوصل الصفرة للجهاز الهضمي تسكر، الشجرة الصفراوية اللي فوق صارت موسعة توسعت بشكل كبير أدت لتراكم مادة البيليروبين بالدم صار الصفار، فهذا بيحتاج إلى إجراءات استقصائية متقدمة جدا، نفوت على الشجرة الصفراوية ونحدد مكان تواجد الحصى وين موجود، والحصى أو الحصيات وين موجود، وإلها تقنيات كتير 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 دقيقة لاستخراج الحصيات والتفريغ منها. هنحكي أكيد عن علاجة دكتور، ولكن بس في عندي شيء تاني اللي هو التهاب البنكرياس الحادي، لهذا أنا بخاف منه لأنه كمان ممكن تؤدي لالتهاب البنكرياس مهدد للحياة، فإذا كان الحصيات الصغيرة انتقلت ووصلت باتجاه البنكرياس ووصلت على الأقنية البنكرياسية ممكن تؤدي لالتهاب بنكرياس حاد يكون نهايته أحيانا وخيمة ببعض الحالات. تمام، طيب دكتور بما أنه هيك حكينا عن الأسباب وعن الأعراض وأيضا عن آثار خلينا نقول وجود الحصى وممكن قديش ممكن تأثر فعلا على صحة الإنسان، كيف ممكن نعالجها؟ بنسمع كثير في أشخاص بياخذوا أدوية ممكن معينة، تمام. في أشخاص نسمع أنه لا عملنا تفتيت للمرارة أو عفوا مو للمرارة للحصى اللي هي بالمرارة، شو هي الإجراءات وكيف مراحل العلاج بتكون؟ اول شيء الحصيات ما لها تفتيت المراره، حصيات المراره لاكون دقيق، ما عم بحكي عن حصيات الكلى لحتى ما حدا يفهمني غلط. حصيات المراره كثير نسال هذا السؤال انه بدنا نفتتها، حصيات المراره لا ليس لها تفتيت. طب انا رح اقول على سبيل النظري، طبعا هذا مو موجود نهائيا، فتتناها حولناها لحصيات صغيره صارت اخطر، فمرور الحصيات الصغيره ضمن المجاري الصفراويه ممكن تؤدي لاذيات اكبر منها فيما لو كانت كبيره، وبالتالي التفتيت ما هو وارد. العلاج الوحيد للحصيات الموجوده ضمن الشجره الصفراويه او ضمن المراره هو الجراحه. طيب بنقول انه الجراحه لازمه للكل، هون بقى في اراء بتختلف عن الاطباء، طبعا ضمن الشجره الصفراويه تدبير الحصيات الموجوده ضمن الشجره الصفراويه غير تدبير الحصيات الموجوده ضمن المراره. الشجرة الصفراوية تستخرج حصياتها اللهم إذا كانت منفردة مو مترافقة مع حصيات مرارية، إذا مترافقة حصيات المجاري الصفراوية مع حصيات مرارية لها إجراءين،
إجراءين بدون يتموا مع بعضهم. بدون أول شيء يتم استخراج الحصيات من المجاري الصفراوية بتبع إجراء مراري جراحي. أما الحصيات أما الشجرة الصفراوية فنحن عبر التنظير بوسائل متقدمة منفوت على الشجرة الصفراوية لما كان تواجد الحصيات بأجهزة طبية دقيقة جدا، منلقط الحصى أو الحصيات الموجودة ضمن القناة الجامعة، وبالتالي نحن ضمن القناة الجامعة أحيانا أعلى بيتم استخراجه وبيرجع المريض لحالته الطبيعية السابقة، بس نحن التدبير لازم يتم قبل حدوث ما يسمى بالتهاب الشجرة الصفراوية أو التهاب المجاري الصفراوي، لأنه هون صرنا نحن وعنا بإشكال أكبر وأكبر. كمان لازم كمان نفس الشيء بالنسبة للحصيات كمان نستعجل بالتدبير إذا كان صار في التهاب بنكرياس. التهاب البنكرياس طبعا بالدول الغربية أهم أسبابه هو الكحول، تناول الكحول بكميات كبيرة، ولكن ببلادنا من أهم أسبابه هو الحصيات المرارية اللي بتنزل ضمن الشجرة الصفراوي وتوصل للطرق البنكرياسية بتأذيها. كمان نلحق أنه التهاب البنكرياس مميت ببعض الحالات، أساساً التهاب البنكرياس لا يتم تدبيره إلا بالمشفى. إذا متى ما شخصنا له التهاب بنكرياس فيحول مباشرة على المستشفى لتتم متابعته، وما هيك في بعض حالات مميتة فلازم نحن نكون منتبهين لهذا الخطر الموجود. الحصيات المرارية بدها استئصال مرارة أكيد، لأنه الحصيات المرارة لا ينفع فيها غير الاستئصال. بيسألوني المرضى نقيمها ولا ما نقيمها، بعض الأطباء بينصحوا أنه ما تقيموها انه اذا ما عم تعمل مشاكل لا تقيموها. طيب انا عندي قنبله موجوده ضمن منطقه معينه، انا عندي، طب الله اعطاني العلم انه هي القنبله بدها تنفجر بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه بعد 20 سنه، خليني استأصلها من هلا. وكثير واجهنا مشاكل نحن باعمار متقدمه، شخص له حصيات مراري 55 60 سنه، ما قام بعمر 75 سنه، الله يعطي العمر المديد للجميع ويبارك لهم باعمارهم، 75 سنه او 80 سنه، وهذا الشخص وارد علينا كثير وصار في اختلاط مراري كثير كبير وصار في ضروره حتميه نسدت المراره، التهبت المراره، وقعنا بحيث بيسمعت في مجال مشاكل قلبيه، مشاكل وعائيه، عدم امكانيه التدخل الجراحي لوجود مضادات استطاب للتدخل الجراحي، فضل الانسان على علاج برابيش طالعه برابيش نازله طول العمر لحتى يعني مشكله كبيره. فدائما الحصيات المراريه انا بنصح ب بنصح بانه الواحد يزيلها يرتاح منها. تماما، يعني دائما الرجوع للاستشاريين امثال حضرتك كدكتور هو شيء يعني ممكن يحفظ سلامه اجسامنا وسلامتنا وصحتنا. شكرا كثير لك. الله يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، أهل وسهل فيك دكتور، شرفنا. وصحه وسلامه ان شاء الله للجميع. امين يا رب. امين يا رب. شكرا. أي شيء موجود بالطبيعة وخاصة الصروح يلي بتكون مميزة بتصميمها بتكون خلف حكاية أو أسطورة لبنائها. واليوم رح نروح لحكاية قديمة جدا لبرج يطلق عليه اسم بورانا ويلي يعد من أشهر الأبراج بآسيا الوسطى. لحتى نعرف حكايته خلونا نتابع هذا التقرير.
جولة منوعة وسريعة على أبرز أكيد الفعاليات وكل الأخبار اللي عم تصير والابتكارات اللي عم نشوفها بمختلف أكيد دول العالم. رح نشوف نحن وياكم آخر الأخبار بهالتقرير. جولتنا المنوعة حول آخر الأخبار اللي عم تصير بالعالم بلشت. والبداية من لبنان عن طفل بعمر 10 سنين نجح باستغلال موهبته بالرسم يلي بتعتمد على أسلوب خاص ومميز لدخول مجال الأزياء والرسم على الملابس، الشيء اللي دفع أهله لتأسيس خط أزياء خاص فيه ليكبر معه سنة ورا سنة. ومن لبنان رح نروح على مصر، وبما انه كتير من الزوار بيبحثوا خلال عطلاتهم عن الهدوء والاسترخاء والمغامرة بين احضان الطبيعة، قدم احد الفنادق بمحافظة اسوان تجربة رائعة بالتحول الاخضر، وهالشي بتوفير المواد الطبيعية من فواكه وخضروات وغيرها واعادة تدويرها وتقديمها للزوار، بالاضافة لوجوده بقلب جزيرة نيلية وتحيط فيها عناصر بيئية، هالشي اللي ساعده ليوفر سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة للنزلاء. ختام جولتنا رح يكون من فرنسا لنحكي عن شاب تسلق برج بعلو 122 متر بالقرب من باريس، وهالشي من دون ما يستخدم حبال أمان وكل الأمور المتعلقة بالسلامة والأمن. يعتبر أليكسي لاندوم من المتسلقين النادرين يلي بيختاروا المغامرة بمفردهم وبكل حرية. أبراجنا لليوم وحظوظنا وشو مخبيلنا الفلك من تحذيرات نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير. صباح الخير يا رنا. صباح الخير للجميع، تضلوا دائما بخير، دائما أيامكم سعيدة، مرتاحين، مبسوطين. اليوم 23 آب، دخلت الشمس بشكل رسمي إلى برج العذراء، انضمت العطارد الموجود في برج العذراء. عطارد هو كوكب السفر، الأوراق، المستندات. الزهرة أيضا موجود في برج الأسد، يعني عاملين سعادة هالكوكبين بالذات، لمولود برج الثور، لمولود برج الجدي، لمولود برج العذراء، وبالتأكيد كمان مواليد برج الميزان، مواليد برج الأسد مرتاحين بهاي الفترات، الأمور بالنسبة لألون إيجابية. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم حساس أكثر مما يجب. الحقيقة هو اليومين ثلاثة فيه نوع من أنواع الكركبة، فيه نوع من أنواع الهكي، ما عندك مساحة كافية لتتصرف براحتك مولود برج الحمل. يمكن في قصة عائلية عم تشغلك، يمكن شوي عصبي أو ضيق الخلق، نافذ الصبر، مستعجل الحلول كالعادة، ما في شيء جديد على مولود برج الحمل، بس اليوم أنت مانك رايق، فهالصفات عم تطلع أكثر مما يجب. مولود برج الثور حركة نشاط، تعدل خططك بحيث تخرج رابحا، زيارات، أعمال، حركة، نشاط، علاقات عامة، أهل، إخوة، أشقاء، تفتح أفاق، ما بعرف، في شيء على المستوى الشخصي والعائلي إيجابي، وفي أصدقاء جدد على الغالب، يعني كأنه ممكن يحمله لمولود برج الثور بداية جديدة تسعده. مولود برج الجوزاء اليوم عم تناقش بعض الأمور المالية، والحقيقة صايرة الأوضاع المالية هي أكثر الأمور حساسية للنقاش بهي الفترات بأمورك، يمكن لأنه يعني طالع وطارد في برج العذراء، صار لك شهر مانك مرتاح ماليا، الصرف عم بيكون أكثر مما يجب أو أكثر من الدخل. هلأ في هموم على كتافك، ما بعرف قدي لازم أنصحك تنزل هاي الهموم من على كتافك، خاصة إذا كانت الهموم مالية، لتوصل للتوازن المطلوب. هلأ أنا برأيي الجوزاء الشهر القادم أفضل بكتير بدخول عطارد إلى برج الميزان بكرة بعد بكرة. عزيزنا مولود برج السرطان، فهي بكير وكل الناس حاسة هيك معجبة فيك، أنت تتباهى بجاذبيتك. اليوم في محبة عيلة، في نوع من أنواع التفاؤل، تسعى للتجمعات مولود برج السرطان، يمكن عم بتسوي خلافات. على فكرة الأسبوع القادم
رغم تعبك شوي العائلي هاي الفترات مانك مرتاح كتير عائليا، بس علاقاتك بلشت بقى بتحسن خلال الأسبوع القادم، على الأقل تمتلك معنويات مرتفعة تخفض نسبة صدمات بتفاؤل وبمحبة. مولود برج الأسد اليوم في شيء يعني قررت تعمله ممكن ما يزبط أو ما ينعمل معك، ما بعرف صاير هاي فترات أنت ما عم تستوعب ظروف الآخرين، المشاكل مع الناس اللي حواليك محتملة وكأنك انفعالي أكثر مما يجب. هلأ نقاشاتك شوي حادة، قصة ممكن تخليك هيك يعني تصعد خلافات. أنا لا أنصح باعتبارك أنت أصلاً اليوم مشوش ومانك هيك مرتاح، خلينا إياها لبكرة الصبح، بكرة الظهر أمورك أفضل بكتير. مولود العذراء اليوم عم تسمع لهجة مختلفة عن لهجتك، أصدقاء عم يحملوا لك السعادة، في شيء ممكن يدعمك بخطواتك، ممكن يكون قصة اجتماعية قصة فكرية، يعني اليوم في سفر ممكن يكون مجدي كمان، قصص العلاقة بتعارف ولقاءات. هلأ اليوم في دعم تأييد تفاؤل بالجديد أو أصدقاء صار لك زمان ما شفتهم، يعني نوع من أنواع النشاطات. عزيزنا مولود برج الميزان اليوم لسه الأمور ما كتير مرتاحة من مبارح، أمورك العلاقة بأنه كأنه ما عم تستوعب شو عم بيصير حواليك، ضيق الخلق، معصب، بانك كتير مرتاح، علاقاتك بالخارج، اتصالاتك ما كتير الأفضل. هلأ أنا بقول مانك محتاج تاخد قرارات متسرعة، لأنه الصراحة الميزان الشهر لألك جيد جدا، أبدا ما أنه سيء الشهر، بس بيمر يومين ثلاثة هذا طبيعي، الدنيا هيك يعني يوم هيك يوم هيك، بس الحظوظ فيها أكتر ما أنه قول الشهر ما في حظوظ، بالعكس وجود الزهرة في برج الأسد صديقك عم بيخلي الأمور إيجابية سواء على الصعيد العاطفي أو حتى على الصعيد المالي. عزيزنا مولود برج العقرب اليوم الأمور جيدة، عم تعيش ساعات فرح ومحبة، يوم فيه اعتذارات عتب، بس العتب اللي عم تعبر فيه عن عواطفك، أبوابك عم تفتح يمكن لعروض جديدة، في شيء عم بيأثر على سير العمل حواليك إيجابا طبعا، في تغيير نحو الأفضل، في عادات ناس ظروف أنت تغيرها أو تستطيع أن تجدد أو تستفيد مما يحصل حولك. مولود برج العقرب. مولود برج القوس كمان اليوم بالنسبة لك جيد، يوم فيه محبة، فيه دلال، فيه غناج، فيه قصص مالية ممكن يكونوا عم بيفرحوك فيها اليوم، عم تلفت الأنظار لك، حواليك تشجيع، حواليك دعم من زملائك، حواليك أصدقاء عم بيسهلوا لك حلول، يعني لا تقلي ما محتاج مساعدات أو ما محتاج محبة، كلنا نحتاج. الجدي الحياة شوي هيك مكركب أو بانو الأريح، يمكن بعض التسرع، يمكن تأجيل تأخير، قصص عم تطلع عندك بشكل مفاجئ وبدها حلول، وانت أساس الحل ما بخاف عليك، يعني بتعرف تلاقي حلول على كل الأحوال، بس كأنه في شيء حواليك عم يتحرك بهاي الأيام، سواء زملاء، سواء مواقع، سواء قصص شوي بلبكتك. المعتاد ما في شيء سيء. الشمس في برج العذراء صديقك، عطارد إلى جانبه، طبعا الزهرة في برج الأسد، اليوم موقع القمر بس عامل هيك كأنك تحتج على سوء معاملة. مولود برج الدلو اليوم مكركب نتيجة شغل كتير، يعني مثل كأنه مقفقف، مانك كتير مرتاح، شغلك ضاغط، مديرك بالعمل عم يضغطك، في سرعة بالإنجاز طالبين منك، وعم بيروح وقتك حيث لا يجب، هي أعطال، هي زيارات، هي قعدت على الفيسبوك ونسيت حالك مثلا، يعني هاي الأشياء اللي إلها علاقة بالمشاكل الصغيرة، ما في شي سيء، بس شغلك كتير. مولود برج الحوت إحدى الأيام الأفضل لتحكي بمشاكلك ولتلاقي حلول لبعض المشاكل، في حوار اليوم، في أخبار مطمئنة للحوت تحمل السعادة، أنت إيجابي بالحوار، نقاشاتك جدية ويعني قادر اليوم كل شيء له علاقة على فكرة بمؤسسات الدولة يكون بالنسبة لك جيد جدا. خليني عايد مولود اليوم، مولود 23، بتمنى له السعادة، شخص الأكثر صمتا بين مواليد برج العذراء، لا يحب الغش ولا الخداع، روتيني، حدا بيشتغل شغله وإنسان فعل وليس إنسان قول، من الأشخاص اللي بيعرف أخطائه وبيسعى دائما أنه يتلافاها، إنسان مثقف على كلين، بيحب التعلم، بيحب القراءة، شديد الصبر،
آراءه ثاقبة محتشم رزين كلامه موزون ثقته بنفسه جيدة. بخيل طبعا يعني ما معقول ما قلكن مثلا شغلة سيئة بمولود اليوم يعني ما معقول يكون كتير كتير منيح كله. هو حدا كتير متوازن يعتبر الأكثر بخلا وبعرف حد كرهوني بس ما عندي حل. هو على كل الأكثر إقناعا لألك أنه ليس كذلك يعني هو دائما جاهز يقنعك أنه لا هو مو بخيل. فعليا هو محب جدا لمن حوله ومعطاء لمن حوله المقربين. من يحب ما ممكن يقولوا عنه بخيل أبدا. طبعا سنة جيدة فيها نوع من أنواع الهدوء والصبر وحصول على مساعدات بالمتبقي منها. كل شيء له علاقة بمال موروث مساعدة ممن حولك نوع من أنواع المساعدات مالية بيع شراء ضرائب سفر وارد يكون في حواليك هاي الفترات. حتى تغييرات بعقار بديكور سعادة أسرية وأفراح بالنسبة لك مولود 23. يجعل أيامكم دائما سعيدة. طبعا رسائلكم بالتأكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. وشيماء أمورك الصحية والمالية انتبهي عليها يعني مو تقولي خلاص أموري العاطفية جيدة انسى انتبه على بقية الأمور. لا لازم تنتبهي. رجاء درويش عم تسألني عن أمورها. ما كان لازم أقرأ رسالتك يا رجاء لأنه جيتي بعد رسالة الصبية كنت عم جاوبها. اثنيناتكم لازم تنتبهوا صحيا وعلى صعيد أموركم المالية. قولي أنت ما في ماليا أمورك المالية جيدة رجاء بس أمورك الصحية انتبهي لها. وسنة أنا بعتبر فيها بداية جديدة غالبا على صعيد ارتباط زمانك مرتبطة. اسمي سحر. يسعد أوقاتك يا سحر. سحر أمورك جيدة جدا وإيجابية وسنة ارتباط بالمتبقي منها. طبعا شو برجي؟ برجي هو برج الحوت برج العنز الصيني. يعني أنت حدا كتير له علاقة باللطف. خرج تشتغلي بالعلاقات العامة. خرج تكتبي شعر رواية إذا لك خلق لهيك قصة أدبية حاولي فيها يا سحر لأن أمورك جيدة على هذا الصعيد. وممكن يكون في إلك رزقة كتير مهمة من هذا الجانب إذا بدك. تسنيم عم تسألني عن أمورها. هلأ إذا عم نحكي دراسيا أنت شطورة تسنيم ولا للحظة أنا بشك فيكي أو بضل بالي عليكي. أنت إذا بتقعدي بتركزي كل الناس تقعد 6 ساعات. أنت إذا بتقعدي ساعتين بكفيكي بسلا ما قصدي ساعتين بس أنت حدا منظم بيدرس بسرعة وبيستوعب بسرعة وما بينسى اللي بيدرسه. أنا مشكلتي دائما بموضوع النسيان إنه في أبراج بتنسى اللي بتدرسه. لا لا أنت بتركزي يعني على أفكارك. إيمان عم تسألني مع علاء. والله العلاقة جيدة جدا يا إيمان بس ما بعرف أنا بشوفك حدا كتير عصبي إيمان مستعجل وقلبه بارد وبياخد قراراته كتير ببطء. بس الأكيد إذا وعد فهو صادق والمتبقي من السنة فيها حظوظ. يسعد أوقاتكم وتضلوا بخير. وتضلي بخير. شكرا لك يا نجلة. يسعد صباحك. شكرا كثير مدام نجلة. نحن وياكم صار وقت نروح مرة أخيرة لنشوف أكلتنا لليوم. يا صباح الخير عن جديد لكن ستات البيوت. وهيك خلصت معنا فقرات صباح الخير ودائما بنختمها بطبق من اطباق الاكلات. اليوم رحنا على الحلو وهيك صار عندي جاهز عصير المن والسلوى بس حطيته هون عليه كريمه شانتي ممكن هيك شوي من ذرات القهوه على الوش بهذا الشكل. يعني بكون تحاولوا تبعدوا ايدكم شوي لحتى ناخذ هذا الشكل الحلو. معلش حتى لو هرهرنا شوي على الاطراف ما بيأثر. هذا هو شكلي اللي أنا بدي إياه. وهون كيكة الزبيب صارت عندي كمان جاهزة. هون حطيت عليها شوي من الزبيب ورجيكم إياها من جوا. طبعا الزبيب إجباري من التقل بينزل لتحت. وهيك صارت كيكتي جميلة جدا جاهزة لا لمع عجنة لذيذة وطيبة وسخنة وبدها تروحوا لعند الصبايا ونروح نرجع لعندهم ونعمل فنجان قهوه. شو رايكم؟ يا عيني لازم هلا هيك شكل اليوم انا حاطه لي قهوه وجاي لعندكم. لا مو بس هيك لازم تكتري القطع اليوم لانه اليوم كل القناه رح تاكل من الكيك اكيد هيك هيك لقم لقم قصيون. يعطيك العافيه. عن جد انا بحبه سخن كثير. انتوا مثلي هيك؟ ايه اكيد. خلص انتوا اختموا انا حاخذ هاي خلص. شكرا شكرا. شكرا كثير لك يا شيف.
الشكر الأكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لنا. وأكيد بظن اليوم كانت حلقتنا شوي رواء كثير حلوة ولأنه كان على الإخراج الأستاذ وهيب أبو دياب. حلقة مميزة دائما بكل لقطاتها وبكل التفاصيل أكيد. يلي بيعطيها للمشاهدين. نلقاكم بكرة، تبقوا بألف خير. ضلوا بألف خير، باي باي.